تلبية للرغبة السامية لصاحب السمو قائد الإنسانية، وإيماناً منا بأهمية القراءة ودورها في تنمية الشعوب، وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الوطن الغالي، عزمنا الالتزام بنشر مشروع مسابقة تحدي القراءة العربي في دولة الكويت، وأخذنا على عاتقنا في مدارس الإخلاص الأهلية التخطيط والسعي قدماً لتحقيق هذا الهدف في المجتمع المدرسي وخارجه. انطلاقتنا في الدورة الثانية والتي كانت السبب الرئيسي للعمل الحثيث لتحقيق أهدافنا المرجوة تحت مظلة وزارة التربية، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين من مدارس الإخلاص الأهلية في الدورة الثانية عام 2016-2017 6291 طالب من أصل 15500 مشترك من دولة الكويت. حققنا فيها المراكز الثالث والرابع والثامن في التعليم الخاص والسادس على مستوى دولة الكويت، ولقب أفضل مدرسة متميزة على مستوى دولة الكويت. ثم ارتفعت النسبة في الدورة الثالثة 2017-2018 وبلغ 7871 مشترك من الإخلاص من أصل 63000 مشترك من الكويت، وبهذا العدد تكون الكويت الأكثر نمواً بنسبة المشاركين على مستوى الدول طبقاً لما ورد في الموقع الرسمي للمسابقة. ولما كانت مدارس الإخلاص الأهلية أحد الأسباب الرئيسية في زيادة هذه النسبة، فقد قررنا أن نسمو أكثر في نجاحنا وإخلاصنا، فقمنا بزيادة عدد المشاركين وعدد الكتب المقروءة، وذلك من خلال احتواء مكتباتنا على 9368 كتاب، وابتكرنا أساليب جديدة ومشوقة لنشر ثقافة الوعي القرائي في المجتمع، كإنتاج عروض مسرحية تربوية خاصة بالطفل، وتفعيل البحث العلمي في ورش الكيمياء والمناظرات بين الطلبة، وتفعيل التأهيل القرائي للطفل في مرحلة رياض الأطفال، ومسابقات فنية وثقافية كرسم أفضل اللوحات المعبرة عن القراءة. وأطلقنا حملة كتابي تحت شعار اقرأ ناقش أبدع وغيرها من الحملات، فكان إجمالي الأنشطة القرائية 12 ورشة عمل وعشر حملات قرائية وسبع رحلات قرائية وثمان مبادرات داخل وخارج الكويت وأكثر من 140 بحثا ومناظرة بين الطلاب. اجتهدنا، أبدعنا، فتميزنا شعارنا، وسنستمر في إبداعنا وإخلاصنا وفاء للعلم والكويت وأميرها. ختاما كل التحية والتقدير إلى من فتح للقراءة آفاق واسعة، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.